بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبداية أتقدم بالشكر الجزيل لدائرة الشؤون الإسلامية على تقديمها لهذه المحاضرات القيمة في هذا الشهر المبارك. ولا يخفى عليكم أيها الإخوة أننا في شهر عظيم، في شهر مبارك، شهر تتنزل فيه الرحمات وتفتح فيه أبواب السماء وتفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، ولا يحرم خيرها إلا محروم. وهذا الشهر المبارك قد جعل الله عز وجل فيه من الميزات ومن الأمور التي تكون في هذا الشهر ما لا تكون في غيره، فهو شهر قد جعل الله عز وجل فيه الخيرات الكثيرة والبركات الأثيرة، وهو شهر قد فضله الله عز وجل على سائر الشهور. الله عز وجل قد خلق الله عز وجل الناس واصطفى من بينهم نبينا عليه الصلاة والسلام، وخلق الله عز وجل الشهور واصطفى من بينها شهر رمضان المبارك، فهو شهر تتنزل فيه الرحمات والخيرات والبركات من ربنا جل وعلا. وأيضا من ميزات هذا الشهر أن الله عز وجل يعتق فيه الرقاب ما لا يكون في غيره من الشهور. ولذلك جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تبارك وتعالى، إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، يعني من رمضان، وإن لكل مسلم فيه في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. وأيضا صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لله عند كل فطر عتقاء، لله عند كل فطر عتقاء. فهذا من بركات هذا الشهر المبارك، من بركات هذا الشهر المبارك أن الله عز وجل يعتق فيه الرقاب، يعتق فيه الرقاب. وهذا أيها الإخوة هو عنوان محاضرتنا هذه الليلة، هي بعنوان: ولله عتقاء من النار. كيف يحصل المسلم على هذه أو على هذا على هذا الفضل العظيم من ربنا جل وعلا أن يكون من عتقاء الله عز وجل من النار؟ لا شك أن كل مسلم يطمح إلى أن ينجو في هذه الدنيا، ينجو يوم القيامة من عذاب النار، ويكون من الفائزين بالجنة. يقول الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فكل مسلم يرجو أن يكون من الفائزين يوم القيامة بالجنة، ويرجو أن يكون من الناجين من النار، ويرجو أن يزحزح عن عذاب النار، ويرجو أن يكون من عتقاء الله عز وجل من النار. فمن تلك الأمور ما يكون في أمور موسمية كما يكون في شهر رمضان المبارك، فهذا الشهر قد جعل الله عز وجل فيه من البركات ومن الفضائل أن فيه تعتق الرقاب من النار. ويكون ذلك بأن يجتهد المسلم في هذا الشهر المبارك، يجتهد فيه بالصيام، ويجتهد فيه بالصلاة والقيام وتلاوة القرآن وسائر الطاعات. لا يكون الصيام فقط عن الطعام والشراب، وإنما يكون الصيام عن تحقيق مقصد الصيام وهو تقوى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى كما يقول أهل العلم، التقوى هي أن تعبد الله عز وجل على نور من الله، أو أن تعمل على طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله، تخاف عقاب الله. فالمسلم عندما يصوم بترك
الذنوب وترك المعاصي وترك سائر المحرمات، لا تنظر عينه إلى المحرمات، ولا تسمع أذنه إلى المحرمات، ولا يمشي إلى أمور محرمة، بل يصوم عن سائر هذه الأمور. من لم يقول الزور والعمل به والجهد فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وجاء أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، إلا السهر. فالمسلم عندما يصوم يصوم عن الطعام والشراب، ويصوم عن سائر هذه المحرمات. وأيضا من الأمور الموسمية أو المواسم التي تعتق فيها الرقاب من النار ما يكون في يوم عرفة، ما يكون في يوم عرفة. جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، من يوم عرفة. ويوم عرفة يوم عظيم، يوم ترفع الأيادي فيه إلى الله جل وعلا بالدعاء والابتهال والانكسار. فهذا يوم عظيم، يوم مبارك، تتنزل فيه الملائكة وينزل الله عز وجل فيه نزولا يليق بجلاله، وينادي الله عز وجل عباده. ويعني ما حتى جاء في الأثر ما رؤية الشيطان أصغر في يوم من هذا اليوم، يوم عرفة. وأيضا هناك أيضا أمور يعني تكون سببا لأن يحصل المسلم على هذا الفضل العظيم وهو العتق من النار. من تلك الأمور وأعلاها وأعظمها وأفضلها هي الإخلاص لله عز وجل في العبادة، الإخلاص لله جل وعلا في العبادة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يقول هذه الكلمة بصدق وإخلاص وقلب متجه إلى الله جل وعلا، لا يقولها فقط عن يعني عن غير فهم ولا عن غير علم، ولا يعني يقولها هكذا باللسان، وإنما يقولها بصدق وإخلاص. لا إله إلا الله، ما معنى هذه الكلمة؟ كثير من الناس يقول هذه الكلمة وهو لا يدري ما معناه، مجرد أنه يتلفظ بهذه الكلمة وهو لا يدري ما مدلولها وما مقصودها. هي كلمة عظيمة، كلمة من أجلها خلقت السماوات والأرض، من أجلها خلق الله عز وجل الخلق، من أجلها قامت سوق الجنة والنار، من أجلها شرع الجهاد، من أجلها نصبت الموازين، ويعني كل ذلك من أجل هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد. لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فهذه كلمة عظيمة ينبغي على المسلم أن يتعلم ما مقصود هذه الكلمة، ما مدلول هذه الكلمة. كما قال الله تعالى، ويعني هذه الكلمة كلمة يعني هي كلمة الإخلاص، هي كلمة الإخلاص. قال الله عز وجل: لم يكن للذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، مخلصين له الدين حنفاء. والإخلاص أيها الإخوة له علامات، الإخلاص ليس أي واحد يقول أنا مخلص لله جل وعلا، الإخلاص لا يكون فقط باللسان وإنما يكون في القلب. لذلك الإخلاص قالوا له علامات، من علامات إخفاء العمل، أنك لا تعمل عملا وتريد به الشهرة وتريد به السمعة وتريد به أن يعرفك الناس من أجله، لا، إنما مقصودك من هذا العمل هو وجه الله جل وعلا، مقصودك من هذا العمل هو أن يطلع الله عز وجل إليه فقط، لا يطلع إليه غيره. لذلك يعني دائما يعني جاء الحث على أن يكون للمسلم سريرة عمل لا يطلع عليه إلا الله، لا يطلع عليه
إلا الله. وأيضا من علامات الإخلاص أن لا يطلع الإنسان إلى مدح الناس، لا يعني يعمل عمل يريد ثناء الناس ويريد مدح الناس ويريد أن يذكره الناس، وإنما يريد الله جل وعلا، يريد وجه الله تعالى. وأيضا من علامات الإخلاص دوام النشاط، دوام النشاط في العمل. فنحن في شهر رمضان لو يعني نذكر في بداية الشهر كنا في نشاط عظيم، كنا في نشاط للعبادة، نشاط يعني مختلف عن بقية الأيام. لكن ما إن وصلنا إلى نصف الشهر أو قبل نصف الشهر، ما إن وصلنا إلى هذا اليوم ونجد الفتور ونجد الناس قد ضعفت الهمم، لا، الإخلاص أن تداوم في نشاطك في العمل، أن يكون عندك نشاط في سائر الأيام، ليس فقط في شهر رمضان بل في سائر الأيام. فرب رمضان هو رب بقية الشهور، رب رمضان هو بقية رب بقية الشهور. وأيضا من أسباب العتق ومن الأمور التي تورث العتق هي ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله، لا يلج النار رجل بكى من خشية الله. البكاء من خشية الله، البكاء من خوف الله عز وجل، عندما تدمع عينك من خشية الله، هذا له أثر عظيم وله فضل عظيم عند الله جل وعلا، هو أنك تكون من عتقاء الله من النار. قال عليه الصلاة والسلام: لا يلج رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، حتى يعود اللبن في الضرع. علقه النبي عليه الصلاة والسلام على أمر مستحيل، اللبن إذا خرج من الضرع ليعود إليه؟ لا يعود إليه، يستحيل ذلك. لذلك الذي يعني تدمع عينه من خشية الله لا يدخل النار أبدا، لا يلج رجل النار، لا يلج رجل النار بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. وكذلك يعني البكاء من خشية الله أو البكاء من خوف الله، هذه من الأعمال التي يحبها الله جل وعلا، من الأعمال التي يحبها الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين. قال: قطرة من دموع في خشية الله، قطرة من دموع في خشية الله، وقطرة تهرام في سبيل الله. فهذه من الأمور التي يحبها ربنا جل وعلا. والمسلم يعني يتفكر في نفسه: متى آخر مرة، أو متى آخر مرة بكى من خشية الله؟ متى آخر مرة دمعت عينك من خشية الله؟ تسمع المواعظ وتسمع القرآن وتقرأ القرآن ويعني تحضر إلى مجالس الذكر وغير ذلك، ولا تدمع عينك من خشية الله. وقد تدمع عينك من أمور كثيرة، قد تدمع عينك من أمور تحزنك، من أمور خسرت فيها من مال، من أمور كثيرة، لكن من خشية الله لا تدمع عينك من خشية الله، وأنت تسمع ذكر الله وتسمع تلاوة الله. قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبل يتصدع ويخاف ويعني يهتز من خشية الله، وقلبك وعينك لا تدمع من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم من ذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إذا كانت عينك لا تدمع من خشية الله، فاعلم أن ذلك بسبب قسوة قلبك، فاعلم أن ذلك بسبب كثرة الذنوب والمعاصي التي أحاطت على قلبك حتى جعلت على قلبك مثل الران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا ينسبون. قال أحد السلف وهو سفيان الثوري رحمه الله تعالى، قال: البكاء عشرة أجزاء. يقول: البكاء عشرة أجزاء، جزء لله وتسعة لغيره. يعني أن المسلم إذا
بكى قد يبكي لله مرة واحدة، لكنه يبكي 9 مرات لأمور أخرى، لأمور أخرى ليس لله. قال البكاء 10 أجزاء، جزء لله وتسعة لغير الله، فإذا جاء الذي لله في العام مرة فهو خير كثير. قال فهو خير كثير. فالمسلم يجتهد في هذا الأمر، يعني لو أنك دمعت عينك في العام مرة واحدة فهذا خير كثير، اجتهد في ذلك. وأيضا يقول خالد بن معدان رحمه الله: إن الدمعة لتطفئ البحور من النيران، إن الدمعة لتطفئ البحور من النيران، فإن سالت على خد باكيها لم ير ذلك الوجه النار، لم ير ذلك الوجه النار. وأيضا من الأمور التي تورث الإنسان العتق من النيران صلاة الفجر وصلاة العصر، صلاة الفجر وصلاة العصر. قال عليه الصلاة والسلام: لن يلج النهار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. والنبي عليه الصلاة والسلام لماذا خص هاتين الصلاتين؟ الصلوات كلها مفروضة على المسلم، ها؟ لكن لماذا خص النبي عليه الصلاة والسلام هاتين الصلاتين بهذا الفضل العظيم؟ ذلك لما يكون في هاتين الصلاتين من مظنة الغفلة. كثير من الناس قد ينام عن صلاة الفجر، ها؟ أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. قد ينام كثير من الناس عن صلاة الفجر وصلاة العصر، قد يغفل عنها كثير من الناس بسبب كثرة أعماله، بسبب انشغاله بأمور الدنيا، فقد ينشغلون عن هذه الصلاة. فلذلك من حافظ على هاتين الصلاتين في وقتهما أو في وقتها فإنه يكون من عتقاء الله عز وجل من النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة، وهي صلاة الفجر وصلاة العصر. وأيضا من الأمور التي تورث الإنسان عتقا من النار المحافظة على تكبيرة الإحرام 40 يوما، المحافظة على تكبيرة الإحرام 40 يوما. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. والحديث في السلسلة الصحيحة. المسلم يجتهد على أن يحافظ صلاته في جماعة، وهذا طبعا نقوله للرجال لا نقوله للنساء. المرأة تصلي في بيتها، لكن الرجل ينبغي عليه أن يحافظ على صلاته أي في المسجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال، أين هؤلاء الرجال؟ ينبغي على الرجال أن يكونوا في المسجد. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما يتقلب فيه القلوب والأبصار. فإذا حافظ المسلم على صلاته 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى مع الإمام في جماعة كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، براءة من النار. وأيضا من الأمور التي تورث الإنسان من النار الخطوات التي يخطوها العبد إلى العبادات، إلى الطاعات، إلى فعل الخيرات إذا احتسبها المسلم لله جل وعلا. جاء في الحديث عن عباية بن رفاعة قال: أدركني أبو عبس، قال أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة، يعني إلى صلاة الجمعة، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. والحديث في البخاري، الحديث في البخاري. قال: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. في سبيل الله يعني في جميع الطاعات، في الخيرات، في سبيل الله عام.
جميع السبل التي تؤدي إلى الخير. خطوت برجلاك إلى حلق العلم، إلى المساجد، إلى الطاعات، إلى الصدقات، إلى فعل الخيرات، واحتسبت ذلك لوجه الله، كنت ممن حرمه الله عز وجل على النار. كنت ممن حرمه الله عز وجل على النار. والمسلم يجتهد في هذه الطاعات ويرجو بذلك وجه الله، ويرجو بذلك وجه الله. وأيضا من الأمور التي تورث الإنسان الحفظ من النار علو الأخلاق والأخلاق الحسنة التي يتخلق بها لله جل وعلا وأمام الخلق، يتخلق بالأخلاق الحسنة. إذا تخلق المسلم بالأخلاق الحسنة وابتعد عن الأخلاق السيئة والأخلاق الذميمة فإنه أيضا يكون من عتقاء من النار. قال عليه الصلاة والسلام: من كان هينا لينا قريبا حرمه الله على النار. من كان هينا لينا قريبا، وفي رواية سهلا، حرمه الله على النار. وأيضا من الأمور الذب عن عرض إخوانك في الغيبة، أو الذب عن عرض أخيك في الغيبة. إذا سمعت من يذم أخاك ومن يغتاب أخاك المسلم وأنت يعني جالس تسمع هذا الذي يعني يغتابه ويذكره بسوء، فإن من الواجب عليك أن تذب عنه وأن تدافع عنه وأن تدافع عن عرضه، لا أن تستمع إلى من يذم إخوانك ولا تتكلم ولا تحرك ساكنا. قال عليه الصلاة والسلام: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار، كان حقا على الله أن يعتقه من النار. أيضا من الأسباب تربية البنات لمن رزقه الله عز وجل بالبنات، لمن رزقه الله عز وجل بالبنات ينبغي عليه أن يعني يشكر الله عز وجل وأن يسعى في تربيتهن التربية الحسنة، التربية الحسنة. قال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، كن له سترا من النار. قد يشكو المسلم يعني أن البنات قد يعني يكون سببا في صرف الأموال و يعني غلاء المعيشة وغير ذلك. المسلم ينبغي عليه أن يشكر الله عز وجل على ما رزقه، وأن يعلم أنه في فضل عظيم إذا سعى في تربيتهن بتربية الحسنة، يكون له سترا من النار، يكون له سترا من النار. هذه بعض الأمور التي يعني تورث الإنسان العتق من النار، وينبغي على المسلم أن يجتهد في هذه الأعمال، خاصة في هذا الشهر المبارك، خاصة في هذا الشهر المبارك، لأن هذا الشهر هو شهر تعتق فيه الرقاب من النار. قد فضله الله عز وجل على سائر الشهور أن يختصه بهذا الفضل العظيم وغيرها من الفضائل. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عتقائه من النار، ونسأله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.